مخلوق من حواء ومن آدم مخلوق إنسان مخلوق إنسان ما أشي تاني مغرور وفي قلبه قرار مجهول والحق يقول ظالم وجهول الشر بيطلع رأفت ابنك الكفتاه الجميله دي. كفتيه ما بحبهاش، أنا ماليش نفسي اكل ولا تنيل، سيبني بحالي. قول لي يا رأفت يا حبيبي، قول لي وحياة الغالي، انت مصدقني ولا ما انتش مصدقني؟ يا ماما والله العظيم مصدق. اتفضلوا خد راحتكم. ربنا يخليهم لك يا رب. اتفضل حضرتك. والله العظيم يا ماما مصدقك، وبعدين دي حاجة عادية ممكن تحصل لأي حد بالصدفة، يعني عادي يعني. أيوه حظي كده، مكتوب على الجبين راح تشوفوا العين. يلي عايزة تعملي ملاليه تعالي شوفي اللي جرى فيه. يا ماما خلاص بقى يا ماما، اللي حصل حصل، وبعدين بإذن الله بإذن الله القاضي هيقدر ظروفك. قاضي؟ لهاني يا رأفت هقف في القفص زي النسانيس، واللي ما يشتري يتفرج علي. يا حستي يا حستي يا فضحتي يا شماتة العيدة فيا يا شماتة ألفة بنت الحوتي فيا. يا ماما ألفة ايه بس وزفت ايه؟ هي ألفة دي فاضية تشمت في حد؟ ما كفاية اللي جرالها ده، جدي طردها من البلد طردة الكلاب. اه والله. ايوه ربنا يخليك ليا يا عمي، ويسترها معاك دنيا واخرة يا رب، وينصرك على مين يعاديك. يوه ده الزفت مادي ابو شعر مكت ده. الو. ايوه مادي، ايه خير؟ في ايه؟ ايه انت بتقول ايه يا ابني؟ انت اتجننت؟ مستحيل يا ابني يحصل الكلام ده، انت هبل ولا ايه؟ طب خلاص، طيب انا هتصرف، انا هتصرف. ايه
ايه ايه في ايه؟ أنا ناقصة خضايد؟ مش عارفة أقول لك إيه. جدي كان عامل لسلوى توكيل عام رسمي. باعت كل أملاكنا لنفسها. باعت لنفسه؟ قال لها. ليه مش لاقي حد تشتري منه عشان تبيع لنفسه؟ قال لها. هي قاعدة كده تبيع وتشتري منها لنفسه؟ قال لها. طب وهتستفيد إيه يعني لما تبيع وتشتري منها لنفسه كده؟ أنت بتقولي إيه يا ماما؟ بصي يا ماما، أنت ناقصة هم على همك. بصي يعني أنا هقوم دلوقتي أشوف جدي وإن شاء الله كلنا هنبقى واقفين جنبك بكرة. يلا سلام عليكم. أنت هتسيبني وتمشي يا رأفت؟ خليك معايا يا أخويا. طب بقول لك إيه؟ سيب لي السخام دي عشان لما أزهق أبقى أتكلم معاك فيه. افهمني يا حاتم، ما تبقاش غبي زي عوايدك. لازم تفهم سلوى كده وإلا خطة جدي تبوظ. ما أكيد جدي بيعمل لمصلحتها. أنت مخك تخيل يلا؟ شوف بقى ابوك يطلع براءه وانت تخش بداله. باي باي بقى. لسه برضو سلوى ما رضيتش ترد عليكم؟ حاتم بيقول لي مش راضي يتكلم اي حد، وانها كانت عايزه تسافر وتهرب لاوروبا. مسكينه، الدنيا سودت في وشها. بس اطمن يا جدي، هما اول ما عرفوا خبر اعتراف طنط امال قدروا يقنعوها انها ما تفكرش في السفر. انت فاهمه انها يعني عامله حساب موضوع اتهام ابوها؟ لا، هي المشكله بالنسبه لها احساسها بكسره قلبها وما عندهاش امل في علاجه. وهتسيب رأفت يفتكر انها بعت كل شيء لنفسها؟ هسيبه لازم يتربى عشان يعرف ان اندفاعه ده بيخسره اغلى ما في حياته. بس ده مجنون وممكن يتصرف معاه اي تصرف وحش، وخصوصا انها خاينه في نظره دلوقتي. سيبيه يتجنن اكتر واكتر عشان جنانه ده يوصل لأمك ولأخوكي فيصدقوا أكتر التمثيلية اللي انت عملتيها. بصراحة يا جدي أنا أول مرة أشترك في مؤامرة زي دي، وخايفة ألخبط لك كل حاجة. بس أنا بثق فيكي انت. صحيح انت أصغر أحفادي، بس ما شاء الله عندك كده مبادئ وعندك طريق مستقيم ماشي عليه، مش زي الواد مادي. واد كده زي التعبان يحب يتلوى. يخص عليك، يخص عليك مادي. لا مش تمام، مع ان الولد ده الغريب ان انا اكرمته اكتر من اي حد تاني. اكرمته وملكته ودفعت له مهره وشبكته وفتحت له حساب في البنك وعملت له رصيد في البنك وملكته، ملكته ارض. لا لا، يخص عليك مادي، يخص. اهو مادي ده اللي انا مش عارفه اقول له ايه، كل شويه يتصل عايز يعرف اخبار عنك. كل ما يكلمك مادي رد عليه وقولي له اصل جدي بيحاول مع سلوى انها ترد كل حاجه في مقابل طلاقها وتنازل رأفت عن حضانه ابنه لما يتولد، وان انا هرتب لها مبلغ كبير رصيد يعني تعيش بيه في بلاد بره. بس خلي بالك سلوى لسه بتساوم، عايزه تطمن على براءه ابوها. اصل يا جدي ظهر ان رأفت جه. عن اذنك انا يا جدي لحسن ما اعرفش امثل دور الزعلان. طيب يا بنتي لو سمحتي قولي لهنيه توضب لنا ناكل مع بعض، مش معقول تصفصف علينا وكل واحد كمان ياكل لوحده. حاضر يا جدي. ممكن افهم يا جدي اللي حصل ده حصل ازاي؟ بقول لك ايه؟ سيبني افهمي. ما بقاش همك لوحدك يا جدي، بقى همنا كلنا. قول الحمد لله انها لسه مراتك. مراتي؟ وهي بعد اللي عملته ده يخليني اخليها على ذمتي لحظه واحده؟ ما تبطل الدفعه اللي فيك دي. الله، هتبوظ لنا اتفاقاتنا معاها. كمان اتفاقات؟ هي كمان بتساوم يا جدي؟ هنعمل لك ايه؟ مش قادر انت تفهم اللي حاصل ده؟ انا مش قادر اتصور دي واحده عايزه تسيب لك الدنيا ولو دفعت الملايين. قد كده يا ابني الحياه معاك بقت عذاب. هي اللي قالت لك كده يا جدي؟ للدرجة دي بتكرهيني يا سلوى؟ ما عشان انت ما عندكش عزيز. ما هو الراجل اللي يفرط في مراته ام عياله يستاهل ان الست اللي وياه تتمنى تخلص منه ولو ضحت بكنوز الدنيا. الله يسامحك يا سلوى، الله يسامحك. Thank you.
تفتكر يقصد ايه العرباوي بالكلام اللي قالته لك بوسينة ده؟ اكيد اكيد عاوز يمنع رأفت انه يطلق سلوى. مش معقول يعني يسيبه يطلقها كده ويستغنى عن املاكه دي كلها. طب اسمع بقى، اوعى الكلام ده هو يوصل لمادي او لرأفت، فاهم؟ معقول برضه يا ماما، انا هقول لمادي ولا رأفت، انا هقول لألفت على طول. ياه مش بقول لك ممل. بس انت بقى ما قلتليش رايك في المفاجاه دي. ايه رايك في اعتراف امال ام رأفت؟ مش بذمتك مفاجاه؟ المراه التي قتلت زوجها خطا. تا 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 تا. برضه ممل. خلاص كل شيء انتهى. لا ام ولا زوجه ولا عيله ولا حتى املاك. بكره بهجت يطلع براءه بعد اعتراف امي، وابقى خسرت مراتي للابد زي ما خسرت امي برضه. يا ترى مين السبب؟ مين السبب في كل اللي بيحصل ده؟ ألفت هي الشيطان. طب وليه ألفت؟ عشان حرضتك؟ ليه؟ هو انت عيل صغير؟ امال مين السبب؟ مين؟ ما جدك قالها لك وانت ما صدقتوش. قالك بطل اندفاع شوية، ما تبقاش متهور وتخسر احلامك في عمرك. يعني اعرف ان في حد قتل ابويا واسكت؟ اهي طلعت امك هي اللي قتلته. هتعمل ايه يا شاطر يا كبير العيلة؟ أنا غبي غبي، ما استاهلش إن سلوى تكون مراتي، ولا استاهل أصلاً إن أكون من عيلة الغرباوي. وهي فين عيلة الغرباوي دي؟ بقت هم ووهم، وهم كبير أوي. فعلاً وهم، يا خسارة. سلام عليكم يا أستاذ حمدي. معلش سامحني، أنا آسف اللي بتصل بيك في وقت متأخر زي ده. معلش من عشمنا فيك. بقول ايه، احنا بكره الصبح ان شاء الله هنتقابل كلنا عند السيد رئيس النيابه، وحضرتك هتكون ويانا. ما هو يا سيدي للاسف انه بهجت مصر انه ما يتكلمش الا في وجودي، مع انه لو عرف ان القاتل اعترف على نفسه هيرجع في كل كلامه. ما تستغربش، أمل هي اللي قتلت جوزها، اعترفت لي بكل حاجة. يا سيدي بكرة الصبح إن شاء الله وإنت معاها في التحقيق هتعرف كل التفاصيل. بقول إيه، عشان خاطري أجل الأسئلة والكلام ده دلوقتي، وكل اللي أنا عايزه منك إنك إن شاء الله بأي طريقة عايزك تهتم إنك تقابل السيد وكيل النيابة وتقعد معاه، وعاوز إن شاء الله بهجت يقول كل اللي عنده قبل ما يعرف إن أمال اعترفت على نفسها، لأن أنا متأكد إن اللي هيقوله بهجت ده ضروري هيخدمنا أوي أوي أوي. يعني إن شاء الله أطمن إنك أنت هتسبقنا ونتقابل كلنا. طيب يا سيدي شكرا جزيلا، أنا آسف مرة تانية، وتصبح على خير وإلى أن نلتقي. سلام عليكم. بهجت 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 يا حبيبي، مبروك. مبروك علي يا سعاد. عرفوا القاتل أمال، أمال اعترفت بكل حاجة، وأنت هتطلع براءة دلوقتي إن شاء الله. تكلمي جد؟ جد. ألف ألف مبروك يا بابا. الله يبارك فيك. أستاذ حمدي. أيوه بهجت بيه. أستاذ حمدي قول لي، عم الغرباوي جه؟ أيوه موجود عند وكيل النيابة. بهجت عبد ربه. ايوه انا. اتفضل قهوتك يا غرباوي. شكرا يا خالد بيه. ادخل. متهم بهجت عبد ربه يا فندم. عم الغرباوي؟ عمي والله ما قتلت عاصم يا عمي، والله ما قتلته، ولا عمري فكرت في يوم اني اذيه. عارف يا بهجت، وعمري ما شكيت فيك لحظه. بس بصماتك على اداه الجريمه يا بهجت بيه، تقدر تقول لي جت ازاي؟ ما هو الغرباوي جه قهوة، يعني مالكش حجة. وأنا هعترف قدامه بكل حاجة، بس ليا سؤال واحد.
انت هنا عشان تجاوب على الاسئله وبس. افتح المحضر. اسمك وسنك. بهجت عبد الرب 54 سنه. ايه علاقتك بالمجني عليها عاصم الغرباوي؟ اخو مراتي المرحومه ناهد الغرباوي وحما بنتي، يعني في علاقه نسب. سبق وقلت انك كنت نايم في عربيتك وقت حدوث الجريمه، واتضح بعد كده كذب ادعائك. انا ما كذبتش، انا فعلا كنت نايم في عربيتي. انا يا فندم ما شفتش القاتل ولا عرفت ايه اللي حصل. انا صحيت مفزوع على صوت فرامي العربيه، نزلت من العربيه عشان اشوف ايه اللي بيحصل. لمحت عربيه بتجري في اخر الشارع باقصى سرعه، للاسف ما لحقتش اشوف ماركتها ولا حتى لونها لان الدنيا كانت ضلمه. تقدر تقول لي الساعه كانت كام بالظبط؟ كان قبل اذان الفجر، لان الفجر ادى من بعدها بشويه. طب قول لي ايه اللي حصل بالظبط من اول ما فتحت عينيك؟ صحيت على صوت فرامل وطلع امريكاني، صحيت من النوم. جاري على عربيتي وركبتها وروحت، وانا في السكه افتكرت ان اللي وقع مني هي السكينه. وعملت ايه؟ رجعت ولا روحت؟ رجعت ثاني بعد 10 دقايق، كان الاذان ادن وانا في السكه. قعدت ادور على السكينه ما لقيتهاش، خفت ان النهار يطلع عليا وحد يشوفني، قمت واخد عربيتي ومروح. انت متاكد انك دورت على السكينه كويس؟ طبعا مش براحتي، بدليل ان ما لقيتهاش. طيب تفضل امضي على اقوالك. لحظة يا خالد بيه، انت بهجت بتقول انك شلت السكينة من صدر عاصم، معنى كده ان عاصم اتقتل في صدره مش في رقبته؟ ايوه يا عمي، لان مظبوط يا غرباوي بيه، كلام سعادتك مظبوط. الجرح اللي كان في رقبة عاصم ما كانش سبب لوفاته. صحيح هو نزف دم كتير، بس حصل تجلط للدم واتمنع النزيف ده قبل ما ياخد طعنة في القلب، وانا اخفيت الموضوع ده. الف حمد وشكر لك يا رب، دايما في قضاء ورحمة. معنى كده ان امال بنت اخويا بريئة من دم ابني. مرات المرحوم؟ بنت اخويا ومرات ابني وونيسي في دنيتي، اعترفت لي بان هي جرحت عاصم في رقبته غصب عنها، زقت ايده والسكينه معاه فعورته، افتكرت ان هي اللي قتلته. دي هتتعرض عليا النهارده. ارجوك يا خالد بيه، انا عارف ان القانون قانون، بس انا بطلب الرحمه بيها وبيا. أنا من غيرها عايش ميت ماليش وجود، بس اللي حصل بينها وبين جوزها ده ممكن يحصل بين أي زوجين أو حتى إخوات. ألف حمد لله على سلامتك يا ست الكل. إيه بس اللي حصل لك يا ست الستات؟ زعلت قوي، جات لي جلطة بس الحمد لله لحقوها. استر يا رب، استر استر على عبيدك الحلوين. ده حكايتك يا حرباية. متورط متورط يا ست الستات، ولاد الحرام ضحكوا على ورده وخدوا البضاعه اللي كانت في الشنطه، ومن ساعتها وهم عمالين ينزلوا على دماغي.
مش البضاعة دي أم 5 مليون دولار؟ صح، الله ينور عليكي. بالعربي كده هو فكر ان انت اللي خدتي البضاعة لما فتشتي الشنط. يا ريت يا ريت يا وردة، يا ريت البضاعة تبقى مع ست الكل، تبقى المسألة خلصت وعلى رأي المثل يبقى زيتنا في دهينا. يمكن الجماعة اللي كانت معاهم الشنطة اللي اتلخبطت معاهم دي يكونوا خدوها. ما تفكرنيش ما تفكرنيش يا ست ألفت، دي العيال ايه مرميين في مستشفى من المصريين متفشفشين. ولاد الحرام طلعوا عليهم بالليل وضربوهم، هم يصوتوا يتضربوا وهم يصوتوا ويصرخوا يقولوا ما شفنا الشرط ولا جاي ناحيتها، مساكين. اصل انا فتحت الشنطة وما لقيتش فيها حاجة، دي حتى وردة كانت واقفة معايا. مصدقك يا حبيبتي مصدقك، هو يعني معقولة تكذبي عليا وانت في شدة زي دي؟ بس انا عارف انك ممكن ترجعي لي بضاعتي، عارفة ليه؟ لانك طيبة وحنينة ومريشة ومش محتاجة للملاليم المشبوهة دي. طب ادعيلي اخرج بالسلامة وانا ساعدك. اه انت بس تقولي لي عن اي مكان تكون فيه البضاعة وانا بعون الله اجيب عليه واطفيه. صراحة انت راجل جدع وشهم، ولينا كلام مع بعض لما اخرج من هنا. ما تقعدي يا وردة، انت واقفة ليه؟ انا بقى انا اللي عايزة ابوس ايدك. الله يخليكي، قبل ما تقولي له مكان البضاعة فين قولي له يخلصني، خليه يطلقني. كده برضه يا والدتي عايز تخلصي مني؟ هو في واحدة في الدنيا تقولي يبقى جوزها زي حرباية بيه؟ خديه يا اختي خديه واشبعي بيه، انا مش عايزاه، عايزة اخلص منه. يا ريت ينفع تاخدينا قدام؟ كانت معرفة سودة انتوا الاتنين، ربنا ياخدكم. راحة فين يا وردة؟ انت متخيلة انك انت هتعرفي تخرجي؟ مطاوع وحسونة هيجيبوا خبرك. انت عايز مني ايه؟ ادي الجمل وادي الجمال، وانا مش عايزة منك حاجة وبرياك. ريحني بقى وسيبني في حالي وارحمني. الله 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 الله، وهتعيش ازاي يا مسكينة بعد العز ده كله؟ هنحت في الصخر بس ابعد عنك وعنها. انت عايزها في حاجه تانية يا حربايه؟ تأمري تأمري يا ست الكل وانا انفذ، بس لا مؤاخذه يعني طمنيني على حالي ومحتالي. اطمن، طلقها وخليها تشوف حالها بعيد عننا. اوكي. ورده ريحتك بقت وحشه. متشكره، ممكن بقى تطلقني؟ بس لو لسانك نطق بكلمه واحده هتبعك، فهمت؟ اقطعهولي وطلقني. مسكينة يا وردة، طلقها يا حرباية وبلاش قساوة، وعشان خاطر اكتب لها شيك بكام ألف جنيه كده عشان تعيش منهم، دي غلبانة. أموري عليا أموري. عشرة آلاف جنيه للغلبانة، اتفضلي روحي بقى. وانت طالق حسونة. نعم هنا حرباب. ايه وسع عليها سكة. بالسلامة يا ست وردة. شاطر يا حرباية وبتسمع الكلام، بس لو ما اتجوزتكيش بدلها هدفعك التمن غالي. حلو الكلام. هتجوزك بس حلني بقى لما عدتي تخلص 4 شهور و10 أيام. انت ناسي اني ارملة؟ على حربية الكلام ده، عدتك تخلص يوم وفاة المرحوم. هتكذب، ده انت ماضي على القسيمة. ولا اعرف عنها حاجة، اصل بصراحة مش فاهم انا مضيت بقالي بطاقة، عندي في البيت حوالي 20 بطاقة. يعني كده بتفهمني انك انت في امان. وأرجوز على أرجوز ما يلعبش، ومبروم على مبروم ما يلفش. يعني هتخرجي من المستشفى نتجوز عادي، ولا اقولك نتجوز هنا وخير البر عاجل؟ انت عاوز توديني في داهيه؟ ده فاضل على العده اكتر من 3 اشهر. لا، الحاجات دي اللي بتوع الورق والاسايب والكلام ده. قصدك ايه؟ انت اتجننت؟ انا اعمل كده؟ نتجوز عرفي، حته ورقه واتنين شهود وبالحلال، وكفايه قوي ان انا وانتي عارفين ان ده حلال، وانا مشتاق للحلال. انت مجنون؟
حسونة. نعم هنا معلم حرباية. تجيب بطاوع علشان تشهد على جوازي من السنيورة الحلوة دي. جواز عرفي قانوني بقى مش قانوني مش مهم، المهم ان انا والعروسة عارفين ان هو جواز حلال في حلال، يبقى يتم ولا لا؟ يتم طبعا يا معلم. يتم طبعا. وادي كمان زغروطة مني. ممكن اشوفها كمان ساعة تطلع لها فوق الاطار معلش يا ابني ماليش فيه نصيب. هقول ايه يا جدي؟ امر الله ونعم بالله. خلصوا حساب المستشفى وانا همشي انا والست سعاد نوصل لاوضه سلوى. ولا يهمك رفض خيرها في ان شاء الله. الموضوع اكبر من كده بكتير يا حاتم. الجنين ده كان هو الشعرة الوحيدة اللي كانت بتربط ما بيني وبين سلوى، واللي بسببه كنت متخيل ان سلوى لا يمكن في يوم من الايام هتبعد عني، لكن خلاص بعد ما راح ما بقاش في اي حاجة ممكن تخلي سلوى تستمر معايا. اصل انت بصراحة رفضت الفترة اللي فاتت يعني جرحتها كتير قوي، جالها اكتئاب وانا كمان. بس هقول ايه بقى؟ يلا اللي يحصل يحصل. حرباية وامك ده عيالك. انا كده بقى في السليم، البضاعة بقت في عبي من غير قلق ومن غير توتر، وألفت كمان بقت في ايدي بالورقة العرفي دي. قشطة يا معلمي، لعبة معلمين يا كبير. الله، ايه ده؟ يا ست وردة لسه هنا ولا ايه؟ اه يا اخويا انت وهو، ولا كنت عايز نخرج عريانة؟ مش على الاقل اخد هدومي؟ حقك يا حلوة حقك، بس لا مؤاخذة يعني لازم نتهمم على اللي في الشنطة، لا تكوني سرقالك تلات اربع فساتين من الغاليين المستوردين. تمم براحتك، انا قرفت منك ومن الشغلانة النتنة بتاعتك دي، حاجة قرف. طبعا حاجة قرف صحيح. حسونة قمر يا معلم حرباية، اعمل شيشني احلى شيش. قولي لي بقى يا طعمه، تحبي ورقتك ابعتها لك على فين؟ ابعتها لي على المأذون وانا هبقى عدي اخدها. وهتنامي فين يا حلوه؟ انا كل معلوماتي عنك انك مقطوعه من شجره. هصرف الشيك اللي انت اديتهوني وهبات في اي بنسيون، وهدور على شغلانه شريفه محترمه عايش منها. صعبت عليا صعبت عليها وردة.
صعبت عليا حقيقي. شوف يا بنت الناس، انا ممكن ارجعك، ممكن اردك، بس بشرط. بقول لك ايه، وفر شروطك. انا ما عنديش استعداد ارجع لك ولا يوم واحد. حقك، خلاص. بس يا بنت الناس، انا عايز اقولك على حاجه عشان اكون خلصت ضميري. وايه هي بقى؟ هو احنا متجوزين بقالنا قد ايه؟ لا مؤاخذه، 3 سنين، مش كده؟ وفيهم سنه اشغل شقه، ولا نسيتها دي كمان؟ لا ما نسيتهاش، بس انا عايز اقولك على حاجه بقى حلوه. جوازك مني 3 سنين باطل، لا كان في جواز ولا كان في قسيمه ولا كان في مأذون، علشان ما تدوريش على قسيمه ولا مأذون، وانت عايشه معايا طول عمرك غلبانه وعمرك ما سألتي. يا حيوان، يا سافل، يا منحط، هتروح من ربنا فين؟ كله تمام يا حربابي، خلينا نشغل شويه السيره دول. سيبهم لها، اهو تلاقي حاجه تبيعها. انا مش عايزه منك حاجه. بلاش، انت عيشتك كلها حرام في حرام. استني بقى لما اقولك. هما كلمتين هقولهم لك قبل ما تخرجي. لو فتحت بوقك بأي كلمة هتقضي بقية حياتك في السجن، ده إذا ما خلصتش عليك أنا. ربنا يقدرني وانساك للأبد. ودي الشيك بتاعك أهو، مش عايزة حاجة منك، ولغاية ما الاقي هدمة نظيفة تسترني حرمي هدومك النكسة دي واحرقها. صعبت عليا، صعبت عليا يا بنت الإيه؟ طب روحي، روحي وانتي مش متجوزة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حرباية، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حرباية يا ابن أبو حرباية. ليه بس قلت لها كده يا حرباية بيه؟ أهو بقى، عشان لو جالها واحد يتجوزها هتجيني جري تطلب ورقة طلاق، هجيبها لها منين؟ طب هو العروسة الجديدة؟ ألفت؟ لا، دي حاجة تانية خالص، مخها كبير وجوازة كلها مكسب. وناوي بقى هتنفذ اللي قالتلك عليه؟ لما تجيني بيتي وتنوره وتجيب له بضاعتي أفكر بقى أنفذ ولا منفذ، لكن دلوقتي ما تضمنش. طيب وهتيجي إمتى بقى وتشرفنا إمتى عشان نقوم بالواجب؟ هي هتيجي من المستشفى على هنا طوالي، علشان ايه؟ نبتدي شهر العسل، فاهم يا عسل؟ يا عسل يا معسل. حسينة تعالي يا بوس. انا اسفه، انا اسفه جدا يا ماما، انا السبب. يا حبيبتي مش ذنبك انت، ده الغرباوي هو السبب في كل ده وبهدلكم كمان. المهم انت عرفتي ازاي؟ مهدي كلمني وانا في الجامعه وقال لي على اللي حصل. هو فينه صحيح؟ اتصلي بيه شوفي فين. عارفه راح يجيب ناهد من البلد عشان تونسه في الشقه. ايه؟ يجيب مين؟ ناهد من غير اذني يجيبها شقتي؟ دي ملكي انا مش ملك الغرباوي. اهدي خالص يا ماما، ما هو مهدي برضه معذور، يعني مش معقول هيعيش في بلد ومراته في بلد تانية. بكره سلوى تطردكم من كفر الغرباوي وتسميه كفر بهجت. يا فرستي انا. قولي لي اخبار الغرباوي ايه؟ قال لها ايه؟ وهي عرفت تسحب الفلوس في البنك ولا لا؟ مش عارفه، مش عارفه خالص يا ماما. منك لله يا غرباوي، انت اللي عملت فيا كده كان هيجرالي حاجه. دي الجلطه اللي جات لي كان ممكن توصل المخ وتعمل لي شلل ولا حاجه، لكن ربنا ستر. انا اسفه يا ماما، انا السبب، ما كانش لازم اقول لك. يا حبيبتي المشكله ان ملهاش حل، ولا اخوك الخايب عايز يروح يقتلها عشان يروح هو في داهيه ورأفت وبهجت ياخد المراس على الجاهز. يعني لولا كده كان ممكن تفكروا في قتلها؟ ايه؟ قتل؟ هو القتل كده بالسهل؟
شايفاني قدامك قتلت قتله؟ على اساس ان قتلها هيفك الوصيه وهيرجع كل حاجه لاولاد عاصم لوحدهم. انت جبتي الكلام ده منين؟ الكلام ده مش كلامك. يعني دي مجرد افكار دارت في دماغي و... ودماغ جدك كمان مش كده؟ عشان كده بقى عمل لها توكيل عام رسمي تلهف بيه كل حاجة. يا نفوخ يانا، يا حرق الدم يانا. سلامتك يا ماما، أرجوكي ما تنفعليش. ما انفعلش ازاي يا حبيبتي؟ ده أنا كل ما أفكر في الموضوع ده دمي يتحرق زيادة، وأحس إن هتجيلي جلطة تانية تجري في جسمي كله تعملي حاجة وحشة وعيش عجزة طول عمري. بعد الشر أرجوكي ارتاحي خالص. ارتاحي ازاي بس يا حبيبتي وحقكم مع واحدة نصابة زي دي؟ ارتاحي ازاي ومستقبلك انتي واخوكي متهدد؟ يانا، ايه ده؟ انا حاسة ان هيجرالي حاجة. انا حاسة اني هتشل. اهدي خالص يا ماما واطمني، مفيش اي حاجة من دي هتحصل. صدقيني دي مجرد لعبة عملها جدي عشان يأمن حياة سلوى ويمنع رأفت من انه يطلقها، لكن في الحقيقة مفيش حاجة من دي حصلت. لعبة؟ هيشلني وتقولي لي لعبة؟ ألف سلام عليك يا ماما مش شلل كده. يا بوسينة بتتأمري مع جدك على أمك؟ عايزة تموتيني مشلولة؟ أنا مش مسامحاكي، مش مسامحاكي. أنا آسفة يا ماما، ما كنتش أعرف إن ممكن يحصل لك كده. عايزاني أسامحك؟ يا ريت يا ماما، أنا حاسة بذنب كبير قوي. عايزاكي ما تفهميش جدك إن أنا عرفت حاجة، خليه كده على عماه. ده لو يعرف إن قلتلك هيفقد ثقته فيا للأبد. خليه واثق فيكي، وأنا بقى هرقده أكتر من رقدتي دي مليون مرة. استنى عليا يا غرباوي. أدي آخر ثقة جدي في اللي اسمها سلوى هانم. وإزاي يعمل كده؟ ده عامل بتوشي لوحده. أهي فاتت عليه وضيعنا معاه بحكمته وغرباويته. الله، وأنتوا هتسكتوا على كده يا مادي؟ ما يقدروش يعملوا حاجة، ما يقدروش يعملوا حاجة. مادام توكيل رسمي يبقى خلاص. كل حاجة بقت بتاعتها من غير كلام. أنا جاهزة يا مادي. أنا ماشية يا ماما. ألف سلامة يا عين أمك. خدي بالك من نفسك. ابقي كلميني أول ما توصلي. حاضر يا ماما. أشوف وشك بخير يا بابا. مش عايز مني حاجة؟ معلش يا مادي، كان لازم طبعا انزل معاك مصر عشان اطمن على الست والدتك، لكن ما اقدرش افوت عمي مهما حصل. اياك يا بابا، انت لازم تعمل لنا كرامه. كرامه؟ كرامه ايه؟ هو احنا من غير عمي يبقى لنا كرامه؟ بقول لك ايه، مالكيش دعوه انت باللي يحصل بيني وبين عمي. هو يطردني ده من عشمه فيا، اني ارجع له ده من عشمي فيه. انا افتكرتك انك هتاخد منه موقف بعد طرده ليا. بقى تفتني على اختي اللي هي عمتك وعزانك في صفك؟ ده انت جبروتك ما حصلش في عيله الغرباوي كلها. انا ما فتنتش ولا حاجه. انا لما لقيت عمتي امال اعترفت على نفسها قمت مكلمه البوليس وقلت لهم تعالوا قصر الغرباوي، بس هو ده اللي حصل. طب روحي مع جوزك. روحي ابقى سلم لي. معلش يا مادي، سلمي على ست والدتك. الله يسلمك يا عمي. يلا انا يلا يا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشنطة. صحيح اتنين مالهمش غير بعض. الو، ايوه هنية، عمي فين؟ ايه؟
نزل مصر هو أمال؟ طب لما يرجع بالسلامة يبقى اديني خبر. طيب مع السلامة. يا جدي انا مش عايزة اشوفه، يعني مش عايزة اشوفه. بس 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 يا بنتي هتعملي معروف، انا يا ستي مش هسمع له انه يدخل هنا. معقولة ده هو اللي نزل ده مش ابنه برضه؟ اه ربنا خلصني منه، يعني مفيش اي حاجة تربطني بيها ماما. سلوى يا بنتي انا ما احبش اسمع الكلام ده، ما يصحش كده. هو كان خايف ان مأساة عمته تتكرر تاني، وهي المأساة انتهت واستريح والحمد لله. مأساة ايه وغيره ايه بس؟ معلش يا غرباوي بيه، رأفة طغلت قوي لما شب في سلوى وامها وقال انها تاخد ابنه وبعد كده هو ترجع تطالب بالمراس. يا جدي والنبي يا جدي طلقني منه، انا مش عايزه ارجع له تاني. انا اتجوزته عشان حضرتك قلت لي خدي العبيط عشان مخلص في حبه، لكن طلع زي الدبه اللي قتلت صاحبها. رأفت مقدور عليه، بس المهم انت وسلامتك انت يا بنتي. انا مش هرتاح الا بالطلاق. عاوزه ترتاحي؟ ماشي انا هريحك، بس بعد يا ماما ما تجيبي اللي انت اخدتيه. الله، اللي تخون الامانه ما يتبكيش عليها. انت لا حافظتي على مالنا ولا حافظتي على ابني. طلقني وانت كل حاجه هترجع لك حالا. ايه يا بنتي؟ ما كفاياكوا بقى يا اخويا غور السعاد، يحل عننا دلوقتي. وادي حاتم، انت يا واد يا ممثل انت. اه حاج. مش الدكتور قال انها ممكن تروح وترتاح في بيتها؟ اه، وقال كمان انها لازم تتغذى عشان تتقوى كويس. تمام، ده الاكل في المستشفيات يغم النفس. هي تروح بيتها ترتاح وتتغذى كويس، احنا مش عندنا فراخ بلدي يا ابني. ممتازه. بيتي عند بابا وماما، غير كده لا يا جدي. اللي يريحك يا بنتي، انا كان غرضي اراعيكي بنفسي. لا معلش، اطمن يا غرباوي بعليها، دي بنتي واحطها في عينيا وهقوم بالناس. يعني اروح وانا مطمن؟ طبعا. جدي تعالى بات عندي في اوضتي. لا يا بنتي ما ينفعش الكلام ده في غياب راجل البيت. يا جدو ايه؟ هو انا مش راجل ولا ايه؟ لا ازاي يا ابني، ده انت سيد الرجاله، بس برضو ابوك حسه في الدنيا. طيب خد يا ست سعاد، ده مبلغ بسيط علشان سلوى، وبعدين رأفت دفع مصاريف المستشفى. كتر خيرك كتر خيرك، خير ربنا كتير. الله، طب وماله؟ ما هي سلوى مسؤولة من رأفت، وهو اللي يقوم بالالتزامات المطلوبة ليها هنا في المستشفى. معلش معلش، اعفيني اعفيني. طيب معلش نطلع. السلام عليكم. وعليكم السلام. معقول؟ معقول اللي انت عملتيه ده؟ شفتي؟ رأفت هيتجنن على املاكه، المتخيل اللي انا سرقتها، خايف لموت تروح عليه. بلاش تظلمي يا سلمى، بلاش، عشان ما تندميش، ده بيحبك قوي. صدقيني يا بنتي ده بيحبك قوي، حطي نفسك مطرحه، واللي بيحب بيعذر. ارجوك يا ماما ما تحاوليش، الموضوع ده انتهى خلاص، وانا لا يمكن ارجع له تاني ابدا.